مساء الخير وكل سنة وحضراتكم بخير. يوم السبت القادم بيحتفل الشعب المصري بعيد ميلاد السيد المسيح في 6 يناير من كل عام. ليه تحديدا هذا التوقيت؟ لأن السيد المسيح اتولد في أورشليم القدس في هذا التوقيت. من هنا بيأتي احتفالنا كل عام بأعياد الميلاد في هذا التوقيت تحديدا. فتتزين الكنائس وتنير الأنوار والشموع ويقام القداس والترانيم احتفالا بهذه الذكرى العطيرة الطيبة. فكل عام ومصر دائما في احتفالات وبهجة وسعادة إن شاء الله. النهاردة كمان هنعرف مع حضراتكم استعدادات الكنائس للحالة الأمنية فيها، وخاصة قداس الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية اللي بيقام لأول مرة هذا العام. بس خلونا نشوف دلوقتي صحف بكرة بتقول ايه. هنبدأ بالاستعدادات الأخيرة للكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة. اليوم السابع أشارت إلى تسلم الأمن الكاتدرائية، وبدأت بالفعل قوات الأمن في تجهيز كاتدرائية ميلاد المسيح، وتم وضع أجهزة الإنذار والكشف عن المفرقعات، والحكومة تهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد وتؤكد قداس تمهيدي غدا برئاسة سكرتير البابا. معنا دلوقتي عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. مساء الخير يا فندم وكل سنة وحضرتك بخير. النور وكل سنة طيبين. وحضرتك بخير إن شاء الله وكل مصر بخير يا رب. خلينا نتكلم عن الاستعدادات الأمنية الكاتدرائية. في أخبار كمان عن مصادر كنسية بتقول إن القداس سينتهي قبل الساعة 12، إيه حقيقة هذه الكلمات؟ هو القداس هيبتدي حوالي الساعة 7 مساء وهيخلص قبل منتصف الليل يعني. الاستعدادات الأمنية يعني جاري فعلا التنسيق مع الداخليه في وضع الناحيه الامنيه والنظام، سواء في الدخول والخروج والترتيب ده كله. والمركز الاعلامي بكره يعني هيبتدي ينشر اعلان عن ترتيب اليوم بالتفاصيل بتاعته بالساعه عشان الناس كلها تبقى عارفاها. لكن انتم مطمنين ان كل حاجه ان شاء الله هتقام على ما يرام؟ في حضرتك قلت خبر ان بكره قداس هيكون بعد بكره القداس دوت، علشان يبقى في تجربه لكل سواء الساوند وكل يعني الاحتياطات، بحيث يبقى دي اول تجربه عشان استعدادها ليوم السبت يعني. طيب احنا متعودين ان كل سنه القداس بيخلص متاخر شويه، ليه السنه دي هيخلص بدري يعني قبل الساعه 12 ليه؟ عشان المسافه بعيده قوي هناك، عشان الشعب اللي هيروح من هنا وهيروح العاصمه الاداريه، فهتبقى الامور يعني بالنسبه لها هياخد وقت. طيب هل فعلا البابا سيذهب بعد ذلك الى دير الانبا بيشوي في اسكندريه؟ لا، الاول هيجي المقر الباباوي، عشان في ثاني يوم المفروض ان في استقبالات لمسؤولين والتهنئه للاساقفه، وبعد كده بعد الظهر الساعه 4 يعني بعد الظهر ان شاء الله يبقى ابتدي يروح. يعني هو هيذهب ثاني يوم، زي ما قيل في بعض الجرائد ان هو في نفس اليوم هيسافر للانبا بيشوي. لا حضرتك بتكذب هذا الخبر. طيب عموما كل سنه وحضرتك بخير، وكل سنه ومصر كلها بخير، وان شاء الله يكون قداس على ما يرام، وطبعا احياء لهذه الذكرى العطره زي ما بنقول ان شاء الله قداس عيد الميلاد. كل سنه والاخوه الاقباط ومصر كلها بخير ان شاء الله، ونفرح معاكم. واجازه كمان يوم الاحد، فاكيد الشعب المصري كله هيكون بيتفسح وسعيد وبيشارككم هذه الاحتفالات. كل عام وانتم بخير وبشكرك شكرا جزيلا. خلينا نكمل اخبارنا بتقول ايه بكره. روزا اليوسف ركزت على موافقه مجلس الوزراء على انشاء المجلس الاعلى لمواجهه الارهاب والتطرف ليحل محل القرار الجمهوري الصادر في 26 يوليو القادم. الأخبار اهتمت بموافقة مجلس الوزراء على 3 اتفاقيات تمويلية مع البنك الدولي والصندوق الكويتي والاتحاد الأوروبي. مش بس كده، كمان وافقت على مشروع قانون لتسهيل إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة. اليوم السابع نقلت عن البنك المركزي اللي اكد ان حجم ارصدة الاحتياطي من النقد الاجنبي ارتفع بالفعل ل 37 مليار دولار، وهو اعلى مستوى في تاريخ الاحتياطي، وده جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري. تفاصيل الخبر اي زي ما حضراتكم شايفين، وهتقروها كلها بكرة، على التفاصيل كلها في هذه الجريدة اليوم السابع.
الأخبار أجرت حوار مع دكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، واللي أكد أن الجهاز الإداري المصرفي به كفاءات نادرة ولكنها تحتاج لفرص كبيرة، وقال يجب إنشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة لأن عائده كبير جدا. تفاصيل أكتر هتقروها بكرة على جريدة الأخبار، وحوار مهم جدا لدكتور محمود محيي الدين. محمود محيي الدين بدأ يظهر للأضواء والإعلام وكان مختفي في الفترة اللي فاتت، لكن بدأ يظهر مرة أخرى، وكلنا بنستفيد الحقيقة من قراراته ومن آرائه الاقتصادية المهمة. الأهرام العربي أجرت حوار مع نبيل الحمر مستشار ملك البحرين، وأكد فيه أن مصر هي العمود الفقري للمنطقة العربية، وقال أن حضور البحرين قمة الخليج جاءت بتمثيل رمزي جدا، وده احتراما لأمير الكويت الشيخ جابر. في بورصة الصحافة دايما بنعودكم نجيب أفضل غلاف وأفضل صورة وأفضل حاجة كانت موجودة في الصحف كلها. فاكرين غلاف الأهرام العربي اللي كان بعنوان 30 شخصية عربية تصنع 2018، وكان متصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخدناه معانا في بورصة الصحافة كأفضل غلاف. الغلاف ده الحقيقة تصدر عناوين الصحف الإماراتية والسعودية والبحرينية، وأشارت في صدر صفحاتها كل هذه الصحف إلى الاستفتاء الخاص بهذه المجلة، مجلة الأهرام العربي، وكمان خصصت مساحات كبيرة في صفحاتها الداخلية عن هذا الاستفتاء والشخصيات اللي جاءت ضمن قائمة صناع 2018. إن الأوان إن الإعلام المصري بكل ما فيه سواء مرئي أو مقروء زي الأهرام العربي كده يتصدر كل الصحف العربية والدولية، فألف مبروك للأهرام العربي الحقيقة هذا الإنجاز، ودائما في التقدم إن شاء الله. الشروق ركزت على توقيع أول عقد توريد وتركيب في خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بين الشركة القابضة وشركة بجاج الهندية. تفاصيل أكثر هتقروها بكرة على الشروق حول هذا الموضوع المهم اللي بيعتبر له صدى اقتصادي كبير جدا في 2018. لسه مع الشروق اللي أشارت إلى بدء جميع مجازر الجمهورية الحكومية والخاصة استخدام أختام جديدة. الأختام دي هتكون زي ما قالت وزارة الزراعة لتنظيم تصدير الخيول العربية المصرية إلى الخارج. الدستور ركزت على تصريحات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، واللي شدد على انه مع نهاية 2018 هتكون القاهرة دون مناطق غير آمنة بتسكين ما يقرب من 320 ألف مواطن في أماكن آمنة، وبالتالي كل المناطق العشوائية والمناطق غير آمنة هتنتهي مع نهاية هذا العام إن شاء الله على حد قوله. الأخبار عرفت من مصادر مطلعة بالكاف أن محمد صلاح حسم بالفعل جائزة الكاف كأفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، زي ما حضراتكم شايفين صورة محمد صلاح ومكتوب صلاح عريس إفريقيا. مصادر تؤكد فرعون ليفربول حسم جائزة أفضل لاعب، وإحنا امبارح كمان أعلنا هذا الخبر من على الصحف الفرنسية. اليوم السابع ده كاريكاتير عن بداية عام 2018 بيشة الفنان أحمد خلف، ودي فقرة الكاريكاتير. المصري اليوم ده كاريكاتير عن امنيات المصريين في العام الجديد، وهم واقفين بيقولوها لبابا نويل. دايما بابا نويل كده رمز للعام الجديد وتطلعات الشعوب على مستوى العالم بغد افضل، وعايزين هدايا وعايزين امنيات، فكلها بتتحكي لبابا نويل. فهذا الكاريكاتير بيعبر عن امنيات الشعب المصري في 2018، يا رب كلها تتحقق ان شاء الله. الفنان أحمد زياد ده كاريكاتير من روزا اليوسف عن ارتفاع تكاليف الزواج. القدس ده كاريكاتير عن قرار الليكود الإسرائيلي. جريدة الأخبار ده كاريكاتير لعمرو فهمي عن أكاذيب قناة الجزيرة القطرية.
بورصة الصحافة وأفضل صفحة رياضية النهاردة كانت من نصيب اليوم السابع، وخصصتها لاحتفال الكاف غدا والمنتظر أن يتم فيه إعلان الفرعون المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في إفريقيا. أفضل عرض معلوماتي لمصر اليوم، ماذا قدم ثلاثي مرشحي جائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟ وأفضل غلاف لملف خاص كان الأهرام العربي تحت عنوان الكنيسة الوطنية حائط الصد الذي لا يبقى. مجلة الأهرام العربي أفضل عنوان لملف خاص عن رحيل الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم نافع، وتحت عنوان رحيل أحد أبناء الكبار، رحم الله الفقيد إبراهيم نافع. أفضل قصة مصورة من الشروق، واللي حكت عن ترام الإسكندرية والرحلة اللي بيستمتع بيها الراكب بمحاذاة البحر. اي حد فيكم راح اسكندرية هيعرف ان احد الاشياء المهمة جدا في اسكندرية واللي بتعتبر من المعالم الموجودة هناك ترام الاسكندرية، وجاري تطوير طبعا هذا الترام ليكون كما ينبغي ان يكون، لان واضح ان كان في شكاوى منه في الفترة الاخيرة انه اصبح بطيء جدا وممكن يتعطل كتير، لكن الفترة الجاية هيبقى الترام يرجع مرة اخرى كاحد المعالم المهمة لمحافظة الاسكندرية، هذه المحافظة المهمة جدا عروس البحر الابيض المتوسط كانت وستظل للابد ان شاء الله. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بكم من جديد، وهنروح دلوقتي لفقره الصحافه العربيه والدوليه. الاقتصاد المصري واللي حققه من نجاحات وإنجازات كبيرة في الفترة الماضية كان وما زال وسيظل محط اهتمام وكالات الأنباء العالمية. عن هذا الموضوع قالت بلومبرج الأمريكية إن قطاع التصدير عام 2018 هيبدأ بتفاؤل غير محدود حول قدرته على النمو والتوسع، وده بفضل 6 عوامل رصدتها الوكالة. وقالت إن أهمها يتمثل في التوسع في إنشاء المناطق الصناعية في منطقة قناة السويس اللي وصفتها الوكالة بالكنز، وقالت كمان إن إمكانيات قطاع المنسوجات والقطن المصري، الوكالة قالت إن هو استهدف استثمارات صينية لمنطقة محور قناة السويس، وده بجانب موضوع القطن المصري بترى الصحيفة بأنه سيكون محور نشاط ملحوظ للاقتصاد المصري في الفترة القادمة. الصحف العربية اهتمت بموافقة الكنيسة الإسرائيلية على تعديل تشريع بيجعل من الصعب على الحكومة التنازل عن أي جزء من القدس للفلسطينيين في أي اتفاق سلام في المستقبل، ده إضافة طبعا لقرار اللجنة المركزية لحزب الليكود ببسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة والقدس وضمها لإسرائيل. الكتاب كبيرة جدا وعدد كبير جدا من الكتاب الحقيقة بيروا أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بيعتبر ضوء أخضر لمثل هذه القرارات اللي بيقولوا أنها بتقوض فرص عملية السلام في المستقبل. عن نفس الموضوع كتبت القدس الفلسطينية، قالت هي الأخرى أن قرار ترامب كان بمثابة ضوء أخضر ليس فقط لتعزيز وتكريس ضم القدس، بل أيضا لضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وكمان المقامة على أراضي فلسطينية في القدس. وقالت كمان الصحيفة في الافتتاحية الخاصة بها أن إسرائيل تتمادى في مثل هذه القرارات ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية اللي بتعتبر المستوطنات غير شرعية، وأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في هذه الأراضي غير شرعية وتتعارض مع القوانين والأعراف والقرارات الدولية. الجريدة قالت كمان أن قرار الليكود بيقضي على أي فرص سلام، وإن كان يوجد مثل هذه الفرص وبيعمل على إنهاء حل الدولتين لشعبين، ده وفق طبعا الرؤية الدولية المنتشرة في الفترة الأخيرة واللي بتؤيد الجريدة أنها بتقوض عملية السلام المستقبلية وربما تنهيها للأبد.
عن ردود الفعل العربية. بنقرا من الاتحاد الإماراتية ان الرئاسة الفلسطينية اعلنت بالفعل ان القدس ليست للبيع، بل طبعا بعد تهديدات الرئيس الامريكي، وقالت ان القدس ستظل عربية للابد. وقالت الجريدة انها نددت طبعا، وكل العرب نددوا بقرارات الرئيس الامريكي الاخيرة اللي طبعا بتأتي ضد القرارات العربية وبتؤدي طبعا الى ان تكون القدس عاصمة لإسرائيل زي ما هو قال. المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين ليست للبيع لا بالذهب ولا بالمليارات، ولن تكون للبيع أبدا. لسه بنتكلم عن ردود الأفعال العربية على قرارات الكيان الإسرائيلي، وده خبر من على صفحات الغد الأردنية عن مطالبة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الحكومات العربية بقطع العلاقات مع أي دولة بتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو مجرد نقل سفاراتها لها، وده تنفيذ لقرار مؤتمر القمة العربية 11 اللي عقد في الأردن عام 1980. الزعنون قال في بيان وزعه المجلس من مقره في العاصمة عمان إن هذا الموقف أكد أيضا إن قمتنا في بغداد 1990 والقاهرة 2000 أكدت على هذا الخصوص، وأشاروا إلى أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المرتقب في رام الله منتصف شهر يناير الحالي سيعمل على اتخاذ القرارات المناسبة واعتماد رؤية نضالية مستقبلية لتأييد أن تكون القدس عاصمة عربية للأبد. من الشأن العربي للحديث الإرهابي اللي بيحاول العالم أجمع محاربته بشتى الطرق. تساءلت ديلي ميل البريطانية عن مصدر تسليح هذا التنظيم الإرهابي، وقالت إن تقرير حديث لمركز بحوث التسلح والصراع البريطاني أظهر بالفعل إن ما يقرب من 90% من الأسلحة اللي استردت من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق كان مصدرها الأساسي الصين، روسيا وكمان شر أوروبا. الصحيفة قالت إن 1.8% فقط من الأسلحة اللي تم العثور عليها في الفترة ما بين 2014 و2017 كانت أمريكية الصنع، في الوقت اللي كانت نسبة الأسلحة الصينية تصل إلى 43.5%. كمان الأرقام جاءت دي عشان تلغي أي ادعاءات للتنظيم الإرهابي المتكررة واللي قال فيها إنه استحوذ على أسلحة من الغرب، وده بعد أن فحص الخبراء ما يقرب من 40,000 قطعة سلاح تم استردادها من التنظيم في كل من العراق وسوريا. وتبين زي ما قلت لحضراتكم من الأسلحة الأكثر انتشارا هي البنادق والمدافع الآلية والرشاشات الخفيفة. لكن يبدو ان لسه برضو داعش عندها اسلحة كتير بعد هذه الاسلحة اللي تم العثور عليها. بعد اي حادث ارهابي تتعرض له اي دولة دائما ما تشير اصابع الاتهام الى الدين الاسلامي والمسلمين. هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة. ليه بقى؟ لان الدين الاسلامي هو دين التسامح كما تعلمون جميعا، حتى انه لم يسيء طبعا له اي انسان. ولم يسيء الدين الاسلامي او اي دين سماوي سواء دين يهودي او دين مسيحي لاي انسان على مستوى العالم. صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرت خبر مهم جدا بيقول ان مسجد امريكي فضل الرحمة عن العدالة عندما دفع المسؤولون فيه غرامة شخص متهم بتخريب المسجد لوضعه علامة الصليب المعقوف على ابوابه وكتابة اذهبوا الى اوطانكم، وده بعد تخلف المتهم عن سداده الغرامة لينقذه بذلك من السجن. الصحيفة قالت ان القائمين على مسجد السلام بولاية الباما وقعوا على شيك يقدر ب $1,700 عشان يتم سداد المبلغ او الغرامات المفروضة على هذا الشخص بتهمة رسم رمز الكراهية ورسالة على واجهة المبنى في اكتوبر كان 2016. اخيرا هنتكلم عن نجاحات المصريين حول العالم في كافه المجالات. صحيفه يو اس اي توداي الامريكيه قالت انه بعد طرد المذيع مات لاير من تقديم برنامج توداي شو مع المذيع سافانا، تم اختيار المذيع من اصل مصري هدى قطب لتشاركها تقديم البرنامج. وتابعت الصحيفه انه بعد طرد هذا المذيع قدمت قطب البرنامج مع جوفري بشكل مؤقت حتى تم الاعلان عن توليها المنصب بشكل دائم. دائما سياتي المصري في المقدمة إن شاء الله، فتفائلوا خير مع 2018. زي ما بقول لكم 2018 على فكرة في إحصائية عملت وقالوا إن كل شباب العالم عنده حالة من التفاؤل غير العادي لم تسبق لها أي أمثلة في الـ يعني
في الماضي ان يكون في عدد كبير جدا من الشباب بيتفائلوا ب 2018. فان شاء الله القادم افضل. اعود والقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله، اجازه بقى كده خميس وجمعه، ويمكن كمان السبت يبقى اجازه، لان طبعا القداس هيقام على الهواء مباشره. كل سنه وكل الاخوه الاقباط وكل مصر بخير ان شاء الله. اشوفكم الاسبوع القادم على خير مع منشط رانيا هاشم. الى اللقاء.